إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. When the imminent event comes to pass, when the resurrection takes place, there will be no denying its coming to pass, there is no soul to deny it by repudiating it as it did in this world. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. It will be abasing, some exalting others, that is, it will manifest the abasing of some people by virtue of their admission into the fire, and manifest the exalting of others by their admission into paradise. When the earth is shaken with a violent shock, and the mountains are pulverized to tiny pieces, so that they become a scattered dust, the second id, when, is a substitution for the first id. And you will be, at the resurrection, three kinds, categories. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. Then indeed you,
the erring, the deniers. Will assuredly eat from a zakum tree, min zakum, the explication of shajar, tree. And fill therewith, with the tree, your bellies. And drink on top of that, the consumed zakum, boiling water. في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر Drinking like the drinking, read sharba or sherba, verbal noun, of thirsty camels, him is the plural of masculine haman and feminine hama, similar, in pattern, to achan, acha, thirsty. This will be the hospitality for them, what has been prepared for them, on the day of judgment, the day of resurrection. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون We created you, we brought you into existence from nothing. Will you not then affirm, this, truth, in resurrection? For the one able to create, from nothing, is also able to repeat, this creation. Have you considered the sperm that you emit, the sperm you spill in the wombs of women? أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ
أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ Is it you, Aantum, read by pronouncing both Hamzas fully, or by replacing the second one with an Aleph or not pronouncing it, but inserting an Aleph between the one not pronounced and the other one, or without this, insertion, in the four instances, here and below, who created, that is, the sperm, making it, into a human being, or are we the creators? We have ordained, read Kadarna or Kadarna, death among you, and we are not to be outmaneuvered from, we are not incapable, of. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون Replacing, you with, we are not incapable of, appointing, your likes, in your place, and making you, creating you, in what you do not know, in the way of forms, such as apes or swine. For verily you have known the first creation, Al-Nashaada, a variant reading has Al-Nashaada, why then will you not remember? Tadhakaruna, the original second ta of Tadhakaruna, has been assimilated with the Tao. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Have you considered what you sow, what, you stir of the earth to place seeds therein? Is it you who make it grow, or are we the grower? If we will, we could surely turn it into chaff, dried vegetation producing no seed, and you would remain, Zaltim is actually Zaliltim, the lamb having a Kasra inflection, but it has been omitted to soften it, that is to say, you spend all day, bemused, tafakahuna, one of the original ta, tatafakahuna, letters has been omitted, surprised by this, and you would say,